صباح النور ازدهار، كل عام وأنت وكل المشاهدين بخير. سنبدأ إذن من الموضوع السوري، ولكن من صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية التي كتبت: التدخل الروسي في سوريا يكشف مدى ضعف نظام الأسد، وموسكو اتخذت قرارها بعد أن رأته يخسر الكثير. وإلى الاندبندنت البريطانية وفي أبرز عناوينها: ملايين البريطانيين هبوا لمساعدة اللاجئين السوريين بأموالهم وسلعهم ووقتهم، فاضحين تخاذل حكومة ديفيد كاميرون. إلى صحيفة الشرق الأوسط وفي الشأن اليمني كتبت: الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي يقول: لم نلمس الجدية من الانقلابيين وتطهير اليمن بات قريبا. في نفس الموضوع من الصحيفة: خطة أمنية شاملة لحماية عدن بإشراف ضباط سعوديين وإماراتيين. إلى صحيفة الحياة وفي الشأن اليمني أيضا: وفد عسكري سوداني في عدن. وفي الموضوع العراقي نقرأ من صحيفة الول ستريت جورنال الأمريكية: رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تراجع عن تعهداته الطموحة بالإصلاح تحت ضغط من المتشددين الشيعة المدعومين من إيران. وإلى صحيفة القدس العربي وفيها: خبراء يقولون دمج الوزارات في العراق خلق مشاكل إدارية كثيرة ولم يقلص النفقات. إلى التايمز البريطانية وأبرزت: مواطن أمريكي أجرى تحقيقا شائكا وطويلا توصل إلى أن أحد مدبري كارثة لوكربي مسجون في ليبيا واسمه عجيلة مسعود. وإلى الواشنطن بوست الأمريكية وفيها: أمريكيون ينضمون إلى جامعة إيرانية من ثمار الاتفاق النووي. وأخيرا نقرأ من صحيفة الدستور الأردنية: أوقاف القدس تقول إسرائيل قسمت الأقصى فعليا وتستعد لهدمه. أنهينا هذه الجولة السريعة في استعراض بعض عناوين الصحف العربية والعالمية. نعود مجددا إليك ازدهار.